يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم في يوم من الايام الحلوه، يوم بتدوب فيها كل الاختلافات وكل الفوارق، وبتدوب فيها حتى المنافسه السخنه جدا على مدار الموسم، ويتوحد الكل. كلنا النهارده ورا علم مصر، كلنا النهارده ورا منتخب مصر في لقاء مهم جدا منتظر جدا، على الرغم ان يمكن البطوله يعني هي بطوله حلوه الحقيقه، مفيش كلام، بطوله من ناحيه التنظيم، من ناحيه الاخراج، من ناحيه الملاعب، مونديال صغير جدا وما كناش متوقعينها تطلع بالشكل ده، لكن الحقيقه بطوله يعني ظهرت بشكل كويس جدا وطيب جدا، والمنتخب كمان فيها ادى بشكل كويس جدا، وخلانا نتشوق انه احنا الحقيقه كل ماتشاتنا اللي جايه يكون فيها بناس على تحقيق فوز ونوصل فيها للقب ابطال العرب. لكن النهارده مباراه صعبه بكل المقاييس، وخليني الحقيقه بمناسبه ان احنا كلنا واقفين ورا منتخب مصر نحاول نصلح او نعالج جزء من التشوهات اللي للاسف شديد جدا ابتلينا بيها من السوشيال ميديا، ناس مش مدركه هي موجوده فين وبتكلم مين وحجم تاثيرها ايه، وبالتالي مسؤوليتها في ايه في الاخر، فاقده للوعي، ممكن مغيبه، ممكن قول زي ما انت عايز تقول. تعلمنا من واحنا صغيرين، وده محاوله الحقيقه ان احنا نوصل للاجيال اللي طالعه، الولاد الصغيرين اللي بيبتدوا يشجعوا كوره ويعرفوا يعني ايه انتماء، ويعرفوا يعني ايه اخلاص لعالم البلد ايا كان مين بيمثل البلد دي. كلام طبعا على مشاركة الأهلي في سوبر إفريقيا وفي مونديال كأس العالم للأندية. والحقيقة أنا فجعت إن في مواطن مصري أيا كان انتمائه بقى، زملكاوي، مصراوي، إسماعيلاوي، اتحاداوي، يعني مش قصتي خالص، الكل في ده سواء. لكن الكائن ده طلع علينا على واحدة من القنوات الرياضية، يعني المفروض يعني القنوات الرياضية اللي بالتأكيد لازم تأكد على الروح الرياضية، وبالتأكيد لازم تأكد على معنى إنه أي حد بيمثل مصر هو مش بيمثل نفسه. الأهلي مش بيمثل نفسه لما بيلعب في أي بطولة دولية، كانت سوبر إفريقيا أو كانت كأس العالم للأندية. النادي الأهلي بيمثل مصر، يتساوى في ده تحديدا مع منتخب مصر حتى اللي بيرفع علم مصر بره. آه ده منتخب وده نادي، بس في النهاية الاتنين تحت علم مصر، وبالتالي أي حد بينتمي لبلده المفروض يدعم، أكيد طبعا يدعم منتخب مصر ويدعم أي نادي مش بس الأهلي. لو الزمالك بيلعب في كأس عالم أندية أنا هقف وأشجع نادي الزمالك وبقولها على قناة النادي الأهلي صراحة. لو الإسماعيلي بيلعب في كأس عالم أندية أنا هقف وأشجع الإسماعيلي، وهكذا ينطبق الأمر على أي نادي تاني. أنا هنا بشجع بلدي، بشجع ولاد بلدي، بشجع عالم بلدي اللي نفسي يبقى في أعلى مكان في الدنيا. وأفتخر لو نادي مصري، أفتخر جدا طبعا لو الأهلي بيحقق إنجاز دولي، وهفتخر كمان وأسعد لو نادي تاني في مصر بيحقق نفس الإنجاز ده. لكن فكرة إن أنا أسمع من جوه مصر، من جوه مصر وعلى واحدة من القنوات الرياضية في مصر حد بيقول إنه الاتحاد الأفريقي بيجامل الأهلي عشان بيفكر يقدم مواعيد بطولة أمم أفريقيا 4 5 أيام عشان الأهلي يتمكن من المشاركة في كأس العالم للأندية، هل ده معقول؟ يعني هل ده مقبول؟ هل ده منطق ولا ده عقل؟ الناس دي بتوزن الكلام وبتذاكره وبتحضره قبل ما تطلع تقوله على ملايين البشر. انتوا ليه بتزودوا الفتنه وليه بتزودوا التعصب وليه بتزودوا الكراهيه؟ منتظر ايه من مشجع اهلاوي لما يسمع الكلام ده منك؟ ليه بتتكلم على تاجيل ماتشات الاهلي في الدوري سواء بسبب ماتش السوبر مع رجاء كازابلانكا او ماتشات الاهلي في الدوري بسبب مشاركته في كاس العالم للانديه وانت مالكش علاقه بالموضوع؟ دي قصة ودي قصة تانية. انت المفروض لما يكون في مشكلة بين النادي الاهلي او بين اي نادي مصري، مش بس الاهلي، بين اي نادي مصري وبين اتحاد افريقي او بين اتحاد دولي، مفترض طبيعي جدا انك تاخد موقف النادي المصري. ولو كان الزمالك بيشارك في بطولة كاس العالم للاندية والمواعيد بتتعارض، هل كان ممكن حد يتوقع او يستنى من النادي الاهلي او اي حد بيمثل النادي الاهلي او اي صوت بيتكلم باسم النادي الاهلي انه يطلع يعترض على حل للمشكله، ولا كان هيدعم نادي الزمالك في موقفه سواء مع الفيفا او مع الاتحاد الافريقي؟ الكلام الحقيقه بقى خارج عن سياقه وخارج عن مضمونه وبقى غير مقبول على الاطلاق. اوزنوا كلامكم واعرفوا انتوا بتاثروا في مين وبتتكلموا في ايه وايه هي حجم المسؤوليه اللي انتوا مفترض انكم فاهمينها ومقدرين تبعاتها.